السلام عليكم، مرحبا بكم في الدرس الجديد من مادة مبادئ علم الإحصاء. تناولنا في الدروس السابقة مقاييس النزعة المركزية، وأخذنا مقاييس التشتت، وأخذنا مقياسين، وأهم مقياسين هما المدى والانحراف المعياري، وهناك مقياس آخر ومعامل الاختلاف، وهو أحد مقاييس التشتت النسبي. اليوم سوف نتطرق إلى هذا الموضوع ونأخذ تفاصيله وحيثياته وصياغته وإلى آخره. معامل الاختلاف، يستخدم معامل الاختلاف في المقارنة بين التشتت مجموعتين. إذن عندما تكون لدينا مجموعتين، سوف نقوم باستخدام معامل الاختلاف لقياس هذا التشتت. وممكن أن تكون لدينا أكثر من مجموعتين من البيانات، حيث لا يمكن استخدام مقاييس التشتت الأخرى مثل الانحراف المعياري أو المدى. ولذلك نقوم بحساب معامل الاختلاف لقياس التشتت، ولذلك نقوم بعمل مقارنة مباشرة في جميع الأحوال، وذلك لسببين. الأول، اختلاف وحدات القياس المستخدمة في المجموعتين، كما لو كنا نقارن بين تشتت درجات مجموعة من الطلاب وتشتت أوزانهم أو أطوالهم. إذن الطرق التي نقيس بها حساب درجات الطلاب ووحدات القياس تختلف عندما نقيس أوزان طلاب أو أطوالهم. عندما نقيس أوزانهم فإننا نستخدم وحدات قياس وهي الكيلوغرام، أما أطوالهم فهي السنتيمتر، أما درجات الطلاب فهي عبارة عن تقديرات أو أرقام، فلذلك تكون لدينا وحدات القياس مختلفة. ثانيا، وجود فرق كبير بين المتوسطين الحسابيين للمجموعتين المراد المقارنة بين تشتتهما. هناك فرق بين متوسط هذه البيانات ومتوسط البيانات الأخرى، أيضا يعود السبب إلى اختلاف وحدات القياس بين بيانات المجموعتين. وهذه هي الصياغة أو قانون لحساب معامل الاختلاف. معامل الاختلاف يشير له بـ CV، CV يساوي إن S على X بار في 100%. S هو الانحراف المعياري و X بار هو الوسط الحسابي، ولذلك يتم حساب معامل الاختلاف من هذا القانون. وهناك مقياس آخر وهو معامل الالتواء، ويعتبر أحد مقاييس عدم التماثل. يتم استخدام هذا المقياس لقياس الالتواء، وتعريف الالتواء هو بعد المنحنى التكراري للظاهرة عن التماثل، ويقاس بمعامل يسمى معامل الالتواء. فأما أن يكون المنحنى التكراري متماثلا عندما تكون قيمة معامل الالتواء صفر، عندها يكون الوسط الحسابي الاكس بار مساويا للمنوال الدي، او يكون ملتويا الى جهة اليمين، وتكون قيمة معامل الالتواء موجبة وباتجاه اليمين، عندها يكون المنوال اصغر من الوسط الحسابي، او يكون معامل الالتواء ملتويا جهة اليسار فتكون قيمة معامل الالتواء سالبة، عندها يكون الوسط الحسابي أقل من المنوال. نلاحظ الشكل التالي، هذا هو شكل يسمى شكل توزيع البيانات المتماثلة. نلاحظ أن العمود النازل يقسم المنحنى إلى قسمين متماثلين، وهذا يسمى بالتوزيع المتماثل. أما إذا اتجهت البيانات بهذه الطريقة وكان الالتواء من هذه الجهة يسمى ملتويا جهة اليمين، أي تكون قيمته موجبة. أما إذا كان ملتويا بهذا الاتجاه يسمى ملتوي جهة اليسار وتكون إشارته سالبة. ويمكن إيجاد معامل الالتواء بأحد القانونين التاليين. معامل الالتواء الاس كي واحد يساوي ن، الاكس بار ناقص الدي على اس. اكس بار هو الوسط الحسابي، والدي هو المنوال، واس هو الانحراف المعياري. وهناك صيغة اخرى
بحساب معامل الالتواء، هو S case 2 يساوينا 3 في X بار ناقص الام، وهو المتوسط على S. ملاحظات يجب أن تعلم، إذا كان ناتج الـ SK معامل الالتواء يساوي صفر، فإنه سيكون الوسط الحسابي مساويا للمنوال، وعندما يكون الناتج موجب أي سوف يكون ملتويا إلى جهة اليمين، فيجب أن يكون الـ X بار الوسط الحسابي أكبر من المنوال، وأيضا يكون الوسط الحسابي أكبر من M الوسط. أما إذا كانت نتائج الـ SK معامل الالتواء سالبة وملتوية جهة اليسار، يجب أن يكون الـ X بار أقل من المنوال، وأيضا يكون X بار أقل من الـ M الوسيط. ممكن أن تقوم بتسجيل هذه الملاحظات في ورقة وقلم أو في دفتر ملاحظات لكي تعود إليها عندما تريد أن تعرف جهة الالتواء، أو تريد أن تعرف هل هناك تماثل أو عدم تماثل، ويعتبر معامل الالتواء أحد مقاييس عدم التماثل. لو أتينا إلى هذا المثال، نلاحظ الجدول التالي يوضح التوزيع التكراري لعينة من الشركات بملايين الريالات. لدينا فئات ولدينا تكرارات، وهذا يعطينا أن هذه البيانات عبارة عن بيانات تكون بصيغة التبويب، وهي بيانات مبوبة. إذن سوف نقوم بإيجاد الناتج على أساس التوزيع المبوب. المطلوب حساب معامل الاختلاف هو CV، ومعرفة تماثل توزيع البيانات أو معامل الالتواء. لحل هذا المثال نقوم بكتابة الفئات والتكرارات والتي حصلنا عليها من هذا الجدول، ثم نقوم باستخراج مراكز الفئات التي هي X ذكرنا سابقا بجمع 3 مع 5 وتقسيمها على 2 تعطينا الناتج 4، والخمسة زائد 7 نقسمها على 2 تعطينا 6، وهكذا بالنسبة لبقية الفئات. تستطيع أن تعرف ما أنت بحاجة إليه عندما تقوم بكتابة القوانين. أولا يجب إيجاد الوسط الحسابي لكي تستخرج الانحراف المعياري، ومنه تستطيع أن تستخرج السيف. أولا نقوم بكتابة قانون الوسط الحسابي للبيانات المبوبة، وهو سيكون بهذه الطريقة: X بار يساوينا summation أو مجموع X في F على مجموع F. إذن نحن بحاجة لاستخراج X، قمنا باستخراج X وذكرنا كيف استخرجنا مراكز الفئات، و F التكرارات موجودة لدينا. إذن نقوم بضرب الـ F مع الـ X، الـ X مع الـ F نضربها فيكون لدينا الناتج 40، 4 في 10 40، و 6 في 20 تكون 120، و 8 في 40 تكون 320، وهكذا بالنسبة للبقية. كل ما نحتاجه هو أن نقوم بجمع عمود X في F، وهو سيعطينا الناتج 800. نقوم بتعويضه بالقانون على 100 هي مجموع التكرارات ويساوينا 8، إذن الوسط الحسابي يكون لدينا 8. أما لإيجاد الانحراف المعياري، نكتب قانون الانحراف المعياري وهو S يساوينا تحت الجذر summation X تربيع في F على مجموع F ناقص X بار كل تربيع. إذن نحن بحاجة إلى عمود آخر وهو عمود الـ X تربيع في F. إذن نقوم بتربيع هذه البيانات ونقوم بعمل ضرب للتكرارات، يعني 4 تربيع 16 في 10 160، 4 6 تربيع 6 تربيع وهي 36 ضرب 20 720، وثمانية تربيع وهي 86، 86 ضرب 40 يعطينا 2560، وهكذا.
سوف نقوم باستخراج العمود الآخر، وبعد استخراج القيم نقوم بأخذ المجموع لهذا العمود ونعوضه هنا في هذا القانون. والمئة هي مجموع تكرارات ناقص X بار الوسط الحسابي، هذا هو قيمة الوسط الحسابي 8 تربيع، وتعطينا الناتج 2.19. لإيجاد معامل الاختلاف CV أو مقياس التشتت النسبي، هو CV يساوي لنا S على X بار. S هذه هي قيمة الـ S، هو الانحراف المعياري 2.19 على 8 هو الوسط الحسابي، وفي 100 تعطينا 27.37%. إذن مقياس التشتت النسبي هو 27%. أما لمعرفة تمثيل توزيع البيانات أو لمعرفة معامل الالتواء، يجب إيجاد المنوال. لماذا؟ لأنه قانون معامل الالتواء هو الاس في كي، الاس كي يساوي لنا اكس بار ناقص دي، دي هو المنوال على اس الانحراف المعياري، فيجب أن نجد المنوال. المنوال يجب أن نجده في حالة البيانات المبوبة، ذكرنا لماذا؟ لأنه لدينا التكرارات والفئات، فنقوم باستخراج المنوال حسب هذا القانون. دي يساوي لنا L زائد D1 على D2 زائد D2 في H، وذكرنا L هي الفئة المقابلة لأعلى تكرار، D1 هي التكرار السابق في المتجمع الصاعد، والعشرين هي التكرار اللاحق في مجموع التكرارات، في 2 هو طول الفئة ويساوي لنا 8. وهكذا وجدنا المنوال، ثم نأتي إلى القانون ونعوض بقيمة الـ X بار هي 8 والدي المنوال هو 8 أيضا، هو S 2.19 هو الانحراف المعياري حصلنا عليه من هذا القانون، وبالتالي سيصبح لدينا الناتج 0. بما أنه معامل الالتواء 0، إذن التوزيع البيانات سيكون لدينا متماثل، أي سوف تساوي البيانات بجهة اليمين تساوي البيانات بجهة اليسار، وهكذا. هذا في حالة كانت لدينا البيانات مبوبة. والآن سوف نأتي نأخذ المثال الثاني في حالة البيانات الغير مبوبة. نلاحظ البيانات التالية توضح درجة عينة من 10 طلاب في الاختبار الدوري لمادة الإحصاء. هذه هي البيانات، نلاحظ البيانات غير مبوبة، المطلوب الوسط الحسابي والوسيط ومعامل الالتواء الثاني والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والمنوال ومعامل الالتواء الأول. الحل جدا بسيط، أولا نأتي إلى المطلوب الأول، إيجاد الوسط الحسابي. واحد، لإيجاد الوسط الحسابي لدينا بيانات غير مبوبة، إذن سوف يكون قانون الوسط الحسابي بيانات غير مبوبة هو X بار يساوي لنا مجموع الـ X على N. مجموع الـ X هي 70، مجموع هذه القيم 5 زائد 6 زائد 6 زائد 6 وهكذا سوف تعطينا 70، وعدد هذه البيانات أو القيم هي 10، نقوم بحسابها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، إذن N هي 10، 70 على 10 وإذن تساوينا 7. لحساب الانحراف المعياري، وقانون الانحراف المعياري هو قانون واحد في جميع الحالات البيانات المبوبة وغير المبوبة، قانون يساوي لنا S يساوي لنا تحت الجذر مجموع الـ X تربيع على N ناقص الـ X بار كل تربيع. الـ N موجودة لدينا هي 10، والسبعة قمنا بحسابها من القانون الوسط الحسابي، إذن كل ما نحتاجه هو مجموع الـ X تربيع، إذن نقوم بتربيع بيانات X، والخمسة تربيع هو 25، الستة تربيع هو 36، وهكذا لكل قيم البيانات. ثم نقوم بجمع هذه البيانات لأننا نريد مجموع X تربيع، فمجموع هذه التربيعات هو 512، ونعوض بالقانون فيكون لدينا الناتج الانحراف المعياري هو 1.48. أما المنوال في البيانات الغير مبوبة، قلنا الرقم الأكثر تكرارا هو سوف يكون لدينا المنوال، والرقم الأكثر تكرارا لدينا هو 6، نلاحظ قد ورد 4 مرات وتكرر 4 مرات أكثر من بقية البيانات الأخرى، فلذلك المنوال دي هو 6.
أما البسيط البسيط لدينا حالة البيانات غير مبوبة، والبيانات عددها 10 N زوجي. إذا نقوم بعد ترتيب البيانات تصاعديا، نلاحظ قد تم ترتيب البيانات تصاعديا من أقل رقم هو 5 وأكبر رقم هو 10، ثم نقوم بأخذ القيمتين الوسطيتين وهي 6 و7، نجمعهم ونقسمهم على 2 فيكون لدينا الناتج 6.5. 6 زائد 7 على 2 يساوي 2، 6.5. أما معامل الاختلاف الأول، ليس هناك معامل اختلاف أول، هو فقط قانون واحد لمعامل الاختلاف. سي في يساوي إن اس على اكس بار في 100، اللي اس هي الانحراف المعياري، قد حصلنا عليه هنا 1.48، والسبعة هي الاكس بار، هذه هي السبعة، وعوضناها قمنا بالتقسيم ثم الضرب في 100، فكان لدينا ناتج 21.14%. أما الحساب معامل الالتواء الأول، معامل الالتواء الأول باستخدام المنوال هو اس كي 1 يساوي اكس بار ناقص دي على اس، المنوال موجود لدينا 6 والاكس بار 7 والاس هي 1.48، فيكون لدينا ناتج 0.67. اذا سوف يكون لدينا معامل الالتواء بالموجب، بما انه بالموجب فاذا هو منتوي هو نحو جهة اليمين. اما معامل الالتواء الثاني باستخدام الوسيط، فقط قمنا بإضافة رقم 3 والضرب في هذا القوس، وبدل المنوال استخدمنا الوسيط. الوسيط استخرجناه سابقا وهو 6.5، استخرجناه هنا 6.5 هو الوسيط. ثم نقوم بتعويضه في القانون، فيظهر لدينا 1.1 بالمئة، وهكذا. إذن أيضا ملتوي من جهة اليمين بما أنه الإشارة موجبة، فإذا البيانات بجميعها متجهة نحو اليمين. إذا البيانات كانت بالاتجاه الموجب وذلك قد اتجهت نحو اليمين، فكان التواء البيانات نحو جهة اليمين. إلى هنا نأتي لنهاية درسنا اليوم، نراكم على خير في الدرس القادم.